وحالة تجعل العينين غير متعاونتين بحيث يفقدان القدرة على التركيز عند تحريكهما في الاتجاهات المختلفة، وهذا الشيء يؤدي إلى الانحراف وعدم الرؤية بشكل جيد للأجسام البعيدة. أحيانا نادرة يكون الحول عموديا، وذلك عندما تنحرف العين إلى الأعلى أو إلى الأسفل. للمزيد بشأن الحول وكيفية معالجته معنا في الاستديو الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتور أسامة. صباح الخير صحفاً. أهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. إيش أخبارك؟ طيب راح نبلش. طبعاً أكيد. بفكرة سائدة وأنا ما أدري إذا هي صحيحة ولا لا. كانوا يقولون لما كنا صغار أن لو تحرك عينك بهالطريقة وتغير ممكن يصيبك حول، ممكن الإنسان بممارسات خاطئة يسبب الحول لنفسه؟ لا لا لا، هو الحول بيبقى ليه أسباب مباشرة، يعني إما بيبقى الطفل مولود به، ده الأغلب 80% من الولادة، يا إما بيبقى مكتسب نتيجة مثلا عصب حصل له تلف، سخونية، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، أو حادثة، أو بعض الأورام أو حاجة. لكن 80-90% من الحول بيبقى موجود من ساعة ما الطفل اتولد. إذا 80-90% يكون من الولادة، من الولادة، والباقي يا إما مثلا عصب بالظبط، عصب تلف حادثة أو في أي مشكلة حصلت في العين عملت ارتفاع شديد، يعني ارتفاع شديد درجة الحرارة، الحرارة عالية جدا مش نهدي درجة الحرارة نوطيها، فيبتدي العصب اللي جوه العين يحصل له تلف والعين ما عادتش تتحرك. إذا هاي الاعتقادات إنه لو عملت شيء بعينك يعني خلاص ننهيها. صعب ربنا حامل عين مش بالشكل ده. طيب بالنسبة للي ينولدون ومعاهم هذه المشكلة، هل هي وراثية ولا يعني؟ لا، هو برضه من نعمة ربنا علينا انها مش وراثية، يعني لو كل اب عنده حول وام عندها حول والولد اتولد عنده حول هتبقى العيلة كلها بقى اجيال ماشي عندها حول. هي ما فيهاش وراثية، لكن احنا بنقولها خلقية، يعني هو مولود بيها من ساعة ما اتولد وهو موجود، بس بيظهر عند سن معين، عند 4 شهور 6 شهور سنة يبتدي العينتين ما يبقوش منتظمتين. يعني لو شفنا الصور في الصور بتاعتي، الصور الثانية بنعدي الصور احنا وبنشوف مثلا الصور هذه اعتقد علاجية، دي علاجية. الصور اللي هي بيبقى العينتين نفسهم مش عادلين، يعني بتبقى العين داخله لجوه او طالعه لبره. ويمكن انا سبب وجودي معاكم النهارده هو ان احنا نوضح اهميه الحول واهميه علاجه، ويمكن دي النقطه الاساسيه في الام بي سي. لا صوره واحد اللي هي اول صوره، راح نرجع لاول صوره بعد شوي واحد. بس في البدايه دكتور، اول ما يصير الحول وملاحظته في سن 4 شهور تذكرت، من اول 4-5 شهور يبتدي يظهر، يبتدي العين تبقى فيها حول. احيانا الاطفال هم يقومون بحركات في عيونهم شككنا، كيف نعرف ان هذا الطفل عنده حول وهذا لا؟ ما هو ما فيش طريقه طبعا غير الدكتور، يعني لازم الدكتور هو اللي يكشف عليه. أوكي. يعني احنا دايما بنقول ان احنا لو الاب والام شاكين لازم يروحوا لدكتور العيون على طول، خصوصا دكتور عيون الاطفال يعني اللي في تخصصاتنا، او لو شاكين، او احنا بنقول فحص دوري، يعني المفروض عند سنه لازم نفحص ابننا، لازم نفحص عينيه، حتى لو احنا شايفينه كويس لازم عند سنه نوديه للدكتور عشان نتاكد ان العين ما فيهاش مشكله وان هو الطفل كويس. يعني مجرد الشك، مجرد الشك لازم اخده للدكتور، لازم. طيب هل لا علاج ولا طبعا طبعا لا، علاجات كتيره، يعني ممكن نعمله نضاره ساعات، في بعض الاحيان يكون ضعف النظر هو اللي عامل الحول، في بعض الاحيان بيكون ده بعد العمليه، في بعض الاحيان بيكون الـ نعمل نضاره فبتصلح الحول، في احيان ثانيه بندخل جراحيا بنعمل عمليه عشان نعدل العينتين. لان هو يعني في نقطه مهمه جدا بالنسبه للحول، الناس متخيله النظر هو الرؤيه بكل عين 6/6، بس أوكي. النظر ده حاجات كتيره قوي، يعني من يعني جدا، يعني الجزء البيزك الاساسي بتاعها هو ان انا بشوف العين 6/6/6/6، لكن أوكي. في حاجات تانية بقى ان العينتين ما بيبقوش كل عين ماشيه لوحدها، يعني زي كشافات العربيه زي ما بنقول دايما بالتشبيه العام، كشافات السياره انت عشان تشوف كويس لازم تكون العينتين عدلين، ما تبقاش العين فيها حول، فلما العين بتبقى منحرفه عن مكانها فالطفل ده بيفقد ميزه كبيره جدا جدا. الحاجه الاساسيه اللي هي بتحصل معاه ان هو العين اللي فيها الحول ما بيشوفش بيها كويس، وبالتالي بيبقى نظر ضعيف في العين ده، يعني العين دي ما عادش بيشوف بيها، بتشاور على حته تانية وفي عين بتشاور على حضرتك، فيبتدي النظر يضعف فيها. لما بيضعف فيها يبتدي يحصل معاها الكسل، احنا بنسميه الكسل اللي هي ليزي اي، بيسموه ليزي اي. يبقى الطفل ده اتحكم عليه طول عمره، ابوه وامه اثروا فيه، اتحكم عليه ان هو العين دي ما يشوفش بيها. يعني انا شفت مع حضرتك الاغاني الجميله والحاجات الحلوه، تخيل انت لو طفل عنده حول وسيبناه لما يكبر ما يعرفش يستمتع بالحاجات دهيا بالشكل الكافي، لان هيبقى عنده مشكله طيب. نفسيه. طيب دكتور، الفكره السائده هو انه الشخص اللي عنده حول يشوف الشيء اثنين. بالظبط ده اللي بيحصل فعلا. فهل هي ده اللي بيحصل في اول بالظبط في اول خالص، في الاول خالص طفل، يعني لو عنده 6 شهور او او او, أو 8 شهور ابتدى يبقى عنده حول، بيشوف الشيء الصوره صورتين. المخ يعمل ايه عشان يخلص من حكايه الصوره صورتين دهيا؟ يعني يلغي الصوره من الصورتين، هو دي فكره الكسل. يمكن الصوره فكره الكسل ان هو انا شايف حضرتك صورتين دلوقتي، طفل 6 شهور شايف حضرتك صورتين، ده بيخليه هيتجنن، يعني هو مش ممكن يشوفك واحد، المخ مش عارف يتعامل مع الموضوع ده اول، فيلغي صوره من الصورتين، يلغي
تلغيها، يعني زي عدسه الكاميرا يلغي الصوره دي، لغيها بيأثر على خلايا في المخ ويعمل ضمور في الخلايا في المخ المسؤول عن الرؤيه في العين دي. فهي دي فكره الكسل ان او الليزي اي، ان العين ان المخ ما قدموش حل غير ان هو يعمل شات داون، يقفل العين نهائيا، يقفل استقبال الصوره منها، وبالتالي هيبقى عنده عين كويسه وعين ضعيفه احنا ما نعرفش نصلحها بسهوله بعد كده. طيب بالنسبه للعلاج، هل ينهي المشكله تماما كمساله نظر ولا حتى كشكل يرجع؟ هو الحاجتين طبعا، العلاج بيعمل الحاجتين، بس كل ما كان بدري كل ما بقى فرصه ان انا ارجع. من اي عمر ممكن التدخل؟ اسون از بوزبل، يعني اول ما اكتشف الحول، يعني لو الطفل عنده 6 شهور احنا دلوقتي بنعمل عمليات عند 4 شهور و5 شهور. من اول 4 شهور عمليه جراحيه؟ عمليه جراحيه بنعدل العينتين، في عضلات بتحرك العين اللي جوه والبره، فاحنا بنيجي على العضلات نشد العين اللي بره او نشد العين اللي جوه. اتس فيري سمبل بروسيدور، يعني كان ما حاولناش، لكن هي عمليه سهله جدا. كم بتاخد وقت يعني؟ حوالي نص ساعه تلت ساعه، والطفل بعدها عينيه مفتوحه وبيلعب ويجري ويتنطط وكل حياته عادي خالص. عمره 6 شهور ممكن طبعا كتير عملية. اطفال في المغربي بنعمله عندنا من 6 شهور و4 شهور و5 شهور. طيب لو وصل 5 و6 سنوات، انا اتكلم هنا عن سن الدخول للمدرسه بصراحه. هي دي المشكله الحقيقيه بالضبط، يعني دي مشكلة الحقيقية. غير ان مشكله طبيه، هناك مشكله تدريس طبعا، هو بيبقى عنده مشكلتين أيضاً. طبعا بيبقى عنده مشكلتين، اول مشكله ان هو بيبقى عنده ضعف في الرؤيه، يعني ممكن يكون بيشوف بالعين دي 6x6 وبالعين دي 6x6 بس كل عين شغاله لوحدها، فنظره ضعيف، بيشوف ب 50% من الرؤيه بتاعته. زي برضه اللي هو كشافات العربيه ماشي بنص اللي ربنا مديهوله، دي اول حاجه. ده لو ما كانش حصل له كسل في العين كمان بقى بيشوف بعين كويس. لا اولا تعليميه ممكن تكون متاخر في المدرسه، دايما هيبقى عنده متاخر في المدرسه طبعا طبعا. الاطفال بيبتدي يقولوا له ما شكلها غريب كده، فتبص ليه لما يكبر يبقى عنده نوع من انواع الخجل، ما بيعرفش يواجه المجتمع كويس، بيبقى انا بيجي لي شباب يعني 18 19 سنه ليه مكسوف جدا وقاعد خجلان ومش قادر يقدم على وظيفه، يمكن مش قادر حتى يقدم على عروسه وحاجات زي كده. بالضبط، اذا دام ان هناك علاج كل ما كان بدري احسن.